أهلين بابا. هيدي السؤال ما نحتك إياها؟ بابا ما عم بفهم أنا. خلص ما بدي اسمع ولا كلمة. بابا ليال أغمى عليها بالشركة اليوم. رحت لعندها على البيت ما في حدا وعم بتصل فيها على الموبايل خارج التغطية. بعد مش ناقصني غير كل ما مرض حدا من الموظفين روح اسأل عليه.